هي للاحتفالات المخلدة للثامن والعشرين من نوفمبر ذكرى عيد الاستقلال الوطني. فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة تتواصل في مدينة ولاتا عبر أنشطة ثقافية وفنية. أهلا بكم. عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ والباية رئيس الجمعية لنقاش تقرير الوزير الأول السيد محمد سالم البشير حول الحصيلة السنوية لعمل الحكومة وبرنامجها المستقبلي الذي قدمه معالي الوزير الأول يوم الخميس الماضي أمام الجمعية الوطنية. وتشكل هذه الجلسة مناسبة يبدي خلالها السادة النواب آراءهم واستشكالاتهم حول مختلف هذه المواضيع ويتلقون الرد عليها من قبل الوزير الأول. خصصت جلسة اليوم بالجمعية الوطنية لمتابعة أسئلة وملاحظات النواب المتعلقة بعرض الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي لبرنامج عمل حكومته. وقد بدأت وقائع الجلسة التي ترأسها النائب الشيخ والباية رئيس الجمعية بإيضاح ظروف سير الجلسة وما يتيحه القانون الداخلي للجمعية من قوانين تنظم سير الجلسات. مداخلات السادة النواب تناولت قضايا عديدة تصدرها التعليم والصحة والخدمات بشكل عام، فضلا عن المشكلات المطروحة من طرف بعض النواب الخاصة بدوائرهم الانتخابية. وثمن العديد من النواب ما تحقق من إنجازات للبلد خلال السنوات الأخيرة على أكثر من صعيد، مطالبين بضرورة تحقيق المزيد في هذا الصدد، في حين أبدى آخرون ملاحظات على ما ورد في برنامج الوزير الأول من زوايا مغايرة. الوزير الأول المهندس محمد سالم البشير شكر السادة النواب على اهتمامهم بالقضايا الوطنية والتي أظهرتها مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، متحدثاً أمام الحضور عن القضايا المثارة من طرف النواب وما تحقق خلال السنوات الأخيرة، متحدثاً عن كل قطاع على حدة ومجيباً على الأسئلة المتعلقة بكل قطاع. وأكد الوزير الأول المهندس محمد سالم البشير أن سياسة الحكومة اتسمت خلال السنوات الأخيرة برسم سياسات واضحة تنحاز إلى الفقراء وتدافع عن الثوابت الدينية والوطنية. سنعود مشاهدينا الكرام لهذا الخبر بمزيد من التفاصيل في نشرتنا القادمة بإذن الله. أعربت بلادنا عن رغبتها واستعدادها لاستضافة دورة طارئة لوزراء خارجية دول المغرب العربي. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة شؤون الخارجية والتعاون. هذا نصه: ذهبت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في كل المحافل العربية والقارية والدولية على التأكيد على تمسكها باتحاد المغرب العربي إطارا لتعزيز أواصر الأخوة وأداة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأشقاء في عالم تفرض التكتلات نفسها فيه كصيغة لا بديل عنها لمواجهة التحديات. وانطلاقا من هذا الموقف المبدئي الراسخ، تثمن الجمهورية الإسلامية الموريتانية كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي سعيا إلى تحقيق تطلعات أبنائه، كما ترحب بالدعوة إلى انعقاد دورة طارئة لوزراء خارجية دول الاتحاد وتعرب عن رغبتها واستعدادها لاستضافة هذه الدورة في أقرب الآجال. تستضيف مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي في هذه السنة الانطلاقة الرسمية للاحتفالات المخلدة للثامن والعشرين من نوفمبر ذكرى عيد الاستقلال الوطني، وذلك تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز. وتقع ولاية الحوض الشرقي في الناحية الجنوبية الشرقية من البلاد، ويعود تاريخ تأسيسها إلى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. نتابع ورقة من إعداد أمنة تيمبا. مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي بدأت حكاية التأسيس لمدينة النعمة، ومع مرور الأيام اتسع حيزها الجغرافي لتصبح عاصمة لولاية الحوض الشرقي. هذه الولاية التي تقع في الجنوب الشرقي للبلاد وتبعد عن العاصمة نواكشوط حوالي 1200 كيلومتر،
يحدها من الشرق والجنوب الشرقي جمهورية مالي، ومن الغرب في الخط التصاعدي شمالا ولايات الحوض الغربي تجانت وأدرار، ويزيد عدد سكانها على 430 ألف نسمة حسب التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2013. وتتكون ولاية الحوض الشرقي من 7 مقاطعات هي النعمة، باسكنو، ديقني، ولاتة، أمرج، تنبطة، وظهر، بالإضافة إلى 4 مراكز إدارية هي فصالة، عد البقر، بوسطيلة، وعوينات الزبل، و31 بلدية. نقد نقول لأنها في الوقت الحالي لأنها لا يقد نقال من أهم الولايات من ناحية سكينة وكثافة سكان، وولاية تتميز بطابع رعوي، طابع رعوي اللي عندها عدد المواشي اللي فيها بالحقيقة مئات آلاف من البقر والإبل والحيوانات. وهذه الولاية نقدر نقول لأن هي أول ولاية رعوية، وفهم تتميز ملي بزراعة مطرية، وهذه النشاطات مع الأسف مجهولة من بعض ياسر المواطنين، لأن هون آلاف آلاف من أكتارات صالحة للزراعة. وإلى جانب أهميتها الرعوية والزراعية، تعد مدينة النعمة مركزا تجاريا هاما للتبادل التجاري ومنطقة عبور للسيارات والشاحنات والقوافل التجارية المتجهة إلى الجارة مالي. وقد حظيت كغيرها من ولايات الوطن بمشاريع تنموية واقتصادية وبنى تحتية هامة رصدت لها الدولة أكثر من 100 مليار أوقية. هذه الولاية في الحقيقة استفادت من عدد من المشاريع، وفيه مشروع ظهر اللي استفاد منه مقاطعات بيت الحواش والنعمة وتنبطقة، وقريب مقاطعات أمرج إن شاء الله، وهناك مشروع كهرباء لمستوى البداية لا يستفاد منه حوالي 80% من البداية لا يستفاد منه مشروع كهرباء، وفهم مشروع فك الأزلة بطرق إن شاء الله بين هون والسنة إن شاء الله سيتم اتصال جميع المقاطعات بطريق العمل، وهذا مساي يجعلوا أن هناك ظروف من أجل مستثمرين يساعدوا ويشاركوا في التنمية المحلية للولاية. فعلاوة على مشروعي الظهر العملاق ومصنع الألبان، فقد تم لأول مرة فتح مدرسة للصحة العمومية بالنعمة، كما أطلق مشروع بناء المستشفى بالمدينة بكلفة تقدر بمليار وستمائة مليون أوقية على نفقة الدولة، هذا بالإضافة إلى إنجاز الثانوية الفنية بالنعمة التي مكنت من تكوين عشرات التقنيين في مجال المعلوماتية والكهرباء والنجارة وتخصصات أخرى كانت الولاية بأمس الحاجة إليها، كما تم توسيع شبكة الطرق التي تلعب دورا هاما في تنمية المبادلات وتخفيف التكاليف ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل الوصول إلى المناطق التي عانت من العزلة في السابق. وقد شهدت ولاية الحوض الشرقي خلال العشرية الأخيرة إنشاء العديد من المنشآت الخدمية والمرافق العمومية الحيوية التي ساهمت في تطوير وعصرانة المدينة ومكنت بشكل مباشر من تحسين الظروف المعيشية للسكان. مدينة النعمة أخذت كامل استعدادها لاحتضان فعاليات عيد الاستقلال الوطني، حيث عرفت تزامنا مع هذا الحدث الوطني إنشاء عديد البنى التحتية لترقية واقع السكان. مدينة النعمة وهي تستعد لاحتضان فعاليات النسخة 58 لعيد الاستقلال الوطني أخذت سنتها وأصبحت في كامل الجاهزية لاستقبال الحدث الذي يخلد منذ سنوات في ولاياتنا الداخلية، في سعي من السلطات العليا في البلد لإشراك كافة ولايات الوطن في الفعاليات الكبرى
التي تعرفها البلاد، وهو ما لقي استحسان سكان مدينة النعمة. نراكم إن شاء الله فتبارك الله، نحن حالا في أجواء استعداد للاستقلال، ما شاء الله أجواء زينة ما شاء الله فتبارك الله، كما تشاهدون الآن زينة كامل ما شاء الله فتبارك الله، الشوارع ما شاء الله فتبارك الله، تقير في منازل ما شاء الله فتبارك الله، ما شاء الله أجواء زينة ما شاء الله، نحن مني ما شاء الله أجواء الاستقلال في النعمة زيني ما شاء الله، وخلق الضوء وخلق قدرات زينين ما شاء الله، ولا عنده مشكلة فتبارك الله، والنشاطات زينين ما شاء الله فتبارك الله، تغير وضعها حتى وتحسن أمورها كاملين فتبارك الله، وطليانه وعدلوا، وهذا اللي ما وعدل ولا بقى فيه شيء فتبارك الله، اليوم ما وعدل ما لنا عالمين به اليوم، مش قاعد يعدل فيه اللي خالي كامل قد يعدل وعدل فيه فتبارك الله ما شاء الله، الله يعطينا ويعطيكم العافية، يعطينا ويعطي المسلمين العافية، ويعطينا ويعطي العبد العزيز العافية إن شاء الله. شبكة طرق جديدة وتجهيز لواجهات المباني الحكومية والمؤسسات العمومية والخصوصية، ورفع للأعلام والألوان الوطنية، وتزويد للشوارع الكبرى في المدينة بشبكة إنارة عمومية، إنجازات هامة ستبقى لسكان المدينة، وهو ما يعكس أهمية تنظيم هذه الفعالية الوطنية الكبيرة كل عام في إحدى ولاياتنا الداخلية. هذا وقد ثمن سكان النعمة استضافة مدينتهم لفعاليات عيد الاستقلال الوطني في ذكراه 58، مشيدين بمبادرة رئيس الجمهورية بتنظيم هذه التظاهرة كل سنة في إحدى ولاياتنا الداخلية، وهو ما يساهم في تنمية مختلف ولايات الوطن. تباعثنا عن هذه التحضيرات الجارية لتخريج ذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني، تحضيرات جيدة، وهذه الولاية اللي هي حد جاها اليوم ما هو كيف جاها السابقة السابيع وسابق الشهر وسابق السنة تقريبا، طيرت ملامحها وطرى فيها ياسر من شي ما كان موجود فيها، وهذا هو تطبيق اللامركزية اللي كانوا المواطنين كاملين يحلموا به وزين عندهم، ومهم جدا. هاي المدينة تبارك الله خلقت فيها حركة ما هي بسيطة، استفادوا المواطنين كاملين، العمال البوسطاء والتجار البوسطاء وغيرهم، ناس كاملة استفادت ما شاء الله، جبرت ما شاء الله المدينة مولي مظهر جيد. شاكرين عزيز على العدل حول أطالي وكرة والماء، سمعتني كنا مهمشين وكنا منسيين، سمعتني لارك عدنا نقدر نتكلموا ما شاء الله، عد دشرتنا زينة ما شاء الله ومتمدنا ما شاء الله تبارك الله، النعمة تبارك الله، عاد الدشرة وعادت خريطة هي كانت منسية من كل شيء. جايهم في احتفال بعيد الاستقلال في النعمة، نعتبرها إن شاء الله عادت مدينة زينة، كانت قاعة زينة غير مولي زادة الاستقلال بشوارعها وبتعدال ياسر من الجزر، هيك ظاهرة مولي شاهد العيان عنها مدينة إن شاء الله عادت قدرانتها فيها إن شاء الله زيني، نشكر فخامة الرئيس على هذه الفكرة، والحقيقة اقتصادية إن شاء الله زينة، جاءوا الناس إن شاء الله من واكشوط وجاءوا من الولايات كاملة من أجل حركة النظر للاستقلال في هذه الولاية، يعتبر إنجاز ونشكر فيه مخامة الرئيس. هذا الحكم ما ندور حكم هو بأسباب كثير، النقطة الرئيسية الأمن، مع مولانا ذفرنا الأمن، وهذا الطرق وذا الماء وهذا الضوء وهذا الاقتصاد اللي رأينا، أمور حقيقية الناس كاملة شافتها. النعمة ممكن عاد تشاف كيف أنها ظهرت النعمة الحقيقية، والحمد لله عدل فيها ياسر ما كان خالي، ورانا شاكرين سيد الرئيس حتى على هذا الاستغلال اللي ما كنا صايبين عنه، طرى لها ياسر من قدرهات وطرى لها ياسر من الحياة ما كانت قاع فيها، طرى لها ياسر من الناس والنشاط اللي ما كان فيه، الكهرباء الحمد لله والطرق والماء خلقها كامل الحمد لله إن شاء الله. هذا الاستقلال اللي ذنبته وذي الولاية انطباعاتنا عنها ما هو شين قد نعبر عنه لا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا خيرا رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز اللي عدل هذا اللي عدل كامل في الولاية، ما هو شيء قدر يحصى ولا يقدر يعد. نبقى دائما في مدينة النعمة حاضنة عيد الاستقلال هذه السنة، حيث اختتمت صباح اليوم فعاليات ورشة تكوينية حول تقنيات المشاريع ودعم قدرات الشباب منظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة. في إطار الفعاليات المخلدة لذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني،
وخلال 5 أيام تلقى المشاركون في هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة ممثلة في برنامج مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات الممول من طرف الاتحاد الأوروبي لصالح الجمعيات الشبابية في الحوض الشرقي. تلقوا العديد من التكوينات حول تقنيات تسيير المشاريع وتدعيم القدرات الشبابية في هذا المجال. شكرا للمشاركين في هذه الورشة ذات الأهمية القصوى، وشكرا للحضور بعد 5 أيام من الورشة متتابعة. ها نحن اليوم في اختتام هذه الورشة، استفاد منها المنظمات لتسيير المشاريع بصفة عامة، والورشة هي الثانية من نوعها، واليوم نعلن اختتامها. تم هذه الورشة تميز بتوزيع الشهادات التقديرية على الشباب المشاركين في هذا التكوين، ويتطلع هؤلاء الشباب إلى المزيد من هذه المشاريع خدمة للتنمية وتعزيزا لدور الشباب. محمد البديد، النعمة، الموريتانية. الآن مشاهدينا الكرام نفتح نافذتنا اليومية على النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة التي تحتضنها مدينة ولاتا، حيث يوافينا الزملاء من بعثة الموريتانية هناك بمستجدات هذا الحدث الهام. طيب الله أوقاتكم، وأهلا بكم مشاهدي قناة الموريتانية أينما كنتم. نلقاكم مجددا في هذه النافذة اليومية من مدينة ولاتا التاريخية، والتي تعدها قناة الموريتانية من أجل مواكبة فعاليات مهرجان المدن القديمة في نسخته 8. فمرحبا بكم إلى جديد هذه الأحداث. تزخر مدينة ولاتا التاريخية بكثير من المقابر والأضرحة التي يعود تاريخ بعضها إلى قرون خلت. تضم هذه الأضرحة والمقابر كبار العلماء والأولياء والصلحاء، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان أدى زيارة لبعض هذه المعالم الأثرية، كما تفقد سير المعرض المقام على هامش المهرجان، وهو معرض ثقافي تنظمه بعض المؤسسات التابعة لقطاعه كالمكتبة الوطنية والمعهد الموريتاني للبحث العلمي والمتحف الوطني وكذا اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. كاميرا الموريتانية رافقت معالي الوزير في هذه الجولة، وحاولنا جمع هذه الأحداث من خلال هذا التقرير. يتعدد المكنون التراثي لمدينة ولاتا ومخزونها التاريخي الذي يستعصي استنطاقه. انطلاقا من أهمية ذلك الموروث، جاءت الزيارة الميدانية التي أداها وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سيدي محمد المحم لعديد المقابر التاريخية والأضرحة لكبار العلماء والصلحاء. على هذا الجبل توجد أقدم مقبرة من العهد الصنهاجي الأول، وبها مقابر لأجداد مجموعة يط من قبيلة آزير التي يعتقد أنها هي أول من سكن المدينة قبل السونكيين. وبسفح جبل يرقد الولي الصالح والعالم الصوفي الشيخ سيدة أحمد البكاي الكنتي الملقب دمعة، وقد نزح من شنقيطة أو أحواز تينيجي عام 912. قبل ذهابه أحواز تينيجي، والبعض يقول الساقية الحمراء، يقول سيد أحمد سيد عبد الله ولي الحاجة البغدادي شاهد ورقة فيها بيع حظيرة من النخيل في شنقيط، اشتراها الشيخ سيد أحمد البكاي سنة 911، وأنه من ذلك الوقت لم ترد أخبار عنه موثقة إلى بعد وصول سنة 911، وكان يرافقه في ولاة أحد تلامذته
المعروف بأحمد، وكان قد ذكر أن الشيخ سيد أحمد البكاي يعتبر من ملقني شهادة التلقين، شهادة التلقين أو بيعة التلقين. مقبرة الطارف هي الأخرى إحدى المقابر التاريخية بولاتة، وبها عديد العلماء الأجلاء من أبرزهم الشيخ محمد يحيى الولاتي المتوفى 1330 للهجرة، وهو الذي ألف 110 كتاب، وقد طار صيته في الأرجاء بعد حجته الشهيرة. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان زار كذلك ضريح الشريف سيد محمد والملاي علي المتوفى 1304، ويعتبر من أشهر أمراء الركب الحاج الولاتي، وبجانبه ضريح الشريف عبد الله الشيخ العافية الفلالي. اليوم في زيارة لبعض معالم مدينة ولاتة في إطار مهرجان المدن القديمة في نسخته الثامنة، وهي زيارة تهدف بالدرجة الأولى إلى التعريف ببعض رجالات هذه المدينة الذين أسهموا في تاريخها وضعوا عدة لبنات من مختلف جوانب الحياة، الجوانب العلمية والجوانب الصوفية والجوانب السياسية والاجتماعية. والرحلة اليوم تقودنا إلى التعريف بعدد من رجالات هذه المدينة لإبراز حلقات من تاريخ المدينة ربما لا يعرفها الكثيرون، خاصة على المستوى الوطني، إبراز هذه الجوانب من خلال التعريف بهذه الشخصيات وإسهاماتها في تاريخ المدينة، وهو جانب يولي له فخامة رئيس الجمهورية الكثير من الاهتمام، وهو الغاية الأولى لهذا المهرجان، لأن التعريف بالمدن يجب أن يكون شاملا وأن يأخذ كل الأبعاد للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في هذه المدن، وبالتالي تأتي هذه الزيارات اليوم في هذا الإطار. أتمنى التوفيق للجميع، وشاكرا جميعا على شروحهم الوافية وعلى ما قدموا من معلومات قيمة جدا في هذا المضمار. بعد ذلك توقف السيد الوزير عند قبر الرحالة الفرنسي الشهير بونيلير دميزير، والذي سكن ولاتة بعد قدومه من تومبوكتو، وهو من الأوائل الذين اهتموا بالحفريات في مدينة كومبا صالح. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة زار المعرض المقام على هامش النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة، وتوقف بجناح المعهد الموريتاني للبحث العلمي، حيث قدمت له شروح عن الطرق المتبعة في تدوين وأرشفة المخطوطات في المدن التاريخية الأربعة. كما زار بعد ذلك جناح المكتبة الوطنية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين والمكتبة الوطني للمتاحف. تعرف السيد الوزير على مجالات تدخل هذه الإدارات في مجال المحافظة على الموروث الفكري والثقافي للبلد. مشاهدين الأكارم، عرفت المحضرة الموريتانية بدورها الريادي في نشر العلوم والمعارف أمس، وفي قاعة المحاضرات في مدينة ولاتة التاريخية تم تنظيم ندوة علمية تحت عنوان دور المحضرة الشنقيطية في مواجهة الغلو والتطرف. مختار بابا والأحمد حضر التظاهرة وأعد هذا التقرير. محاضرة الأمس تحولت بعمق النقاش وأهمية المواضيع إلى جلسة مفتوحة حول الدور المحاضري في الوقاية من التطرف في منطقة الساحل، ولأن الطرح كان نخبويا بفكره العلمي والأكاديمي تطرق المحاضرون والمعقبون في نقاش ونقاش متبادل إلى مفهوم الدلالة اللغوية للمحاضرة التي عرفها بعضهم بأنها مؤسسة تعليمية مفتوحة لاكتساب العلوم الشرعية واللغوية وعلم المنطق والفلك والحساب، بينما أكد آخرون أنه من أجل الوقاية مما بات يعرف بالتطرف، ومن أجل أن نجنب مجتمعنا الموريتاني المتسامح فيما بين كل التحديات الدخيلة على ثقافاته وعاداته والتقاليد، يجب أن نوظف دعامة الفكر المبني على العقيدة الصحيحة وعلى الفقه السليم المستسقى من منابعه الصافية. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ محمد المحم الذي حضر الجلسة تحدث معقبا على مداخلات الحاضرين عن رسالة المحضرة التي قال إنها رسالة اعتدال وسلام.
رسالة المحضرة بالدرجة الأولى هي رسالة الاعتدال، رسالة تقديم الإسلام إلى الناس بما يفيد وما يحقق كما قال الإخوة. فغاية الدين هي المصلحة أولا، وإسنادا إلى ما ذكر عزوان لابن القيم أن القول المقول المشهورة لابن القيم أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وبالتالي هم فهموا هذا الدين بهذه الطريقة وقدموا هذا الدين العالم كرسالة عدل أولا ورسالة سلام ثانيا. رسالة غايتها هي 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 الرفع بحياة الناس في أمن وسلام وعدل، وهذا كان غاية الأديان عبر التاريخ، كان وغاية إرسال الرسل. ولذلك لا أستغرب اليوم أن يعود من بين العلماء الموريتانيين لهنا يرفعون ويؤكدون على أهمية المقاصد الشرعية مثل الشيخ عبد الله بن أبي. فلفت انتباه العالم كله إلى أن لهذا الدين مقاصد، وعلى ضوء هذه المقاصد يجب أن نتأول النصوص، وبالتالي لا يمكن أن نجتزئ من السياقات أو نعطي تأويلات طبقا لسياقات آنية أو محددة، وهذا لا يحيل إلى القراءة التاريخانية للنص فقط بقدر ما يحيل إلى أن النص نفسه جاء يحمل في طياته هذا المنهج. الندوة بعد أن بيّنت بالشرح والتفصيل المقصود بالتطرف الذي قسمه أحد المحاضرين إلى تطرف يعتمد على استغلال العرق وتطرف آخر يعتمد على استغلال الدين، خرجوا بخلاصة مفادها أن تحصين البلد مخاطر التطرف بجميع أشكاله يحتاج أولا إلى الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيا إلى الرجوع إلى تعاليم السنة النبوية الشريفة. وفي موضوع ذي صلة، تمتاز مدينة شنقيط التاريخية بأنماطها الغذائية المتعددة. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة تجول في معرض للمأكولات الشنقيطية مقام بمناسبة النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة. وتعرف السيد الوزير على أنواع هذه الأطباق وقدمت له شروح وافية عن مكوناتها وفوائدها الغذائية. رابع السهرات الليلية في مهرجان المدن القديمة في نسخته الثامنة بمدينة ولاتة التاريخية شكل معرضا فنيا بديعا امتزجت فيه ألوان ثقافية عديدة من عروض فلكلورية ورقصات جماعية وكذا إلقاءات شعرية وأدبية متنوعة. الزميل محمد أمين الخطري أعد تقريرا، عفوا فاطمة محمد محمود أعد تقريرا عن الموضوع نتابعه فيما يلي. فعاليات السهر الرابعة من ليالي مهرجان المدن القديمة في نسخته الثامنة بمدينة ولاتة التاريخية خصصت لإبراز جانب الفلكلور الشعبي في المدن القديمة الأربع ومحاولة ربط الصلة بين الثقافات والتقاليد والعادات فيما بينها والتي تتميز بها كل واحدة منها على حدة، إضافة إلى نفض الغبار عن الموروث الثقافي الذي تسخر به عبر مر العصور. وصلات مديحية وغنائية وشعرية وعروض فنية أنعشت هذه السهرة قدمتها مختلف الفرق المشاركة من المدن القديمة، وعكست تنوع وثراء الموروث الثقافي والتاريخي والحضاري الموريتاني لتلك المدن والإشعاع العلمي لها. كما شهدت السهرة تقديم سكتشات مسرحية هادفة عالجت التطور الذي عاشته مدينة ولاتة التاريخية حاضنة العلم والعلماء وما تتميز به من الثقافة العلمية والحضارية التي جعلت منها قبلة وواجهة البلاد التاريخية. نافذتنا لهذه الليلة مشاهدين الكرام انتهت من مدينة ولاتة التاريخية. أعود بكم إلى الزملاء
في الاستوديو المركزي لاستكمال فقرات النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. نلقاكم دائما عبر شاشة الموريتانية. السلام عليكم. إذن شكرا لك محمد الأمين والعبد الودود، ومن خلالك نشكر كل أفراد بعثة قناة الموريتانية إلى مدينة ولاتا التاريخية. وصلنا إلى النافذة المخصصة مشاهدينا الكرام لكتيبة جيشنا الوطني العاملة تحت مظلة قوات حفظ السلام الأممية في مدينة بامباري بوسط إفريقيا. تقوم الكتيبة الموريتانية العاملة في مدينة بامباري بدوريات عديدة لبسط الأمن والسكينة داخل هذه المدينة، وتصادف الكتيبة في عدد من مهامها عمليات اختطاف ونهب لمجموعات مسلحة تستهدف من خلالها الأجانب المقيمين في وسط إفريقيا، حيث سبق للكتيبة أن أنقذت حياة أعداد من عمال شركات التنقيب الأجنبية. نتابع. عمال شركات خصوصية من جنسيات كونغولية تحت حماية كتيبة الجيش الوطني بعد أن نجوا بأعجوبة من موت محقق على يد إحدى الحركات المسلحة. الناجون رووا للموريتانية بعض التفاصيل المتعلقة بكمين محكم وقعوا فيه، وكانت رقابهم على مقربة من سكاكين خاطفهم لولا تدخل سريع من أفراد الكتيبة الموريتانية. لقد وقعنا في كمين داخل الغابة، عناصر من مقاتلي سيليكا يحتجزون، قالوا لنا نحن لم نأتي لحمايتكم، لقد كانوا يخططون لقتلنا لولا تدخل الكتيبة الموريتانية التي خلصتنا من مأزق خطير، وحتى هذه اللحظة لا نعرف بالمرة ما الذي كان يخطط له هؤلاء المسلحين. لقد جاءت الكتيبة الموريتانية مباشرة بعدما شرع المسلحون في نقلنا على ما يبدو إلى مكان ما داخل الغابة. أكثر من 13 سيارة وشاحنة وعشرات السائقين والمسافرين ينتظرون ترتيبات السفر نحو وجهتهم، متمتعين بالحماية والضيافة في محيط كتيبة الجيش الموريتاني. عملية نوعية تعد واحدة من بين عمليات تحدث بشكل شبه يومي، مكنت أيضا من ضبط كميات من الأسلحة تستخدمها الحركات المسلحة لقتل وترويع المواطنين والرعايا الأجانب. الخطوة الهامة الأساسية اللي تقوم بها الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام هي أنها استطاعت أن تحصل على الأسلحة الموجودة أمامكم. إذن هذه خطوة جبارة وهامة جدا وصلت إليها الكتيبة، وهي متواصلة من قدوم الكتيبة هنا. دخلت الكتيبة في معارك مع المتمردين وحصلت على هذه الأسلحة، وهي دليل ساطع على العمل الجبار الذي نقدمه لإخوتنا في سنترافريك. جهود إعادة السلام إلى هذه الدولة لا تتوقف عند المهام المعهودة لقوات حفظ السلام، بل تذهب بعيدا من ذلك من خلال تأمين حياة وممتلكات الأجانب والمقيمين على حد سواء. إذن ختام النشرات، تذكير بالعناوين. الجمعية الوطنية تناقش خلال جلسة علنية تقرير الوزير الأول حول الحصيلة السنوية لعمل الحكومة وبرنامجها المستقبلي. مدينة النعمة تستعد لاحتضان الانطلاقة الرسمية للاحتفالات المخلدة للثامن والعشرين من نوفمبر ذكرى الاستقلال الوطني. فعالية النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة تتواصل في مدينة ولاتا عبر أنشطة ثقافية وفنية متنوعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.